ثانية بس جنبك العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهي بشارة تلو بشارة، فنحن في شهر حرام وفي يوم مبارك وفي ساعة يستجاب فيها الدعاء، وفي حال نحتسب عند الله كما ذكر الحبيب أنها من الشهداء، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل كل هذه البشارات علامة على ما كان فيه أهل الرضا وأهل العطاء وأهل الفضل وأهل العفو، وأن تكون إشارة وبشارة لما تقدم عليه من رحمة الله تبارك وتعالى ورضوانه. فنقول داعين رب العالمين تبارك وتعالى، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا جميعا صدق النية والإخلاص. وأوصيكم بالله أن تخلصوا في الدعاء، علنا نرزق إذا صرنا إلى هذا الحال من يخلص لنا الدعاء. فنقول اللهم اغفر لها وارحمها، عافها واعف عنها، تقبل منها وتجاوز عنها. اللهم إنها نزلت بك وأنت خير منزول به، ف
فأكرم اللهم نزلها وجاف الأرض عن جنبها ووسع مدخلها وأفسح لها في قبرها مد البصر. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار. اللهم ثبت عند السؤال منطقها وثبت على الصراط قدمها ولقنها حجتها وثقل موازينها وادخلها الجنة بسلام. اللهم املأ قبرها عليها روحا وريحانا ورحمة منك ورضوانا ومغفرة منك وإحسانا. اللهم إنها نزلت بك أنت خير منزول به، فأكرم اللهم نزلها وجاف الأرض عن جنبها ووسع مدخلها وأفسح لها في قبرها مد البصر. اللهم اجزها بالإحسان إحسانا وبالإساءة عفوا وغفرانا. اللهم احتسبها عندك من الشهداء. اللهم أنزلها نزل الشهداء وأسكنها مساكن الشهداء. اللهم اجعلها في كفالة الحبيب، واجعلها في جوار الحبيب، واجعلها في ضمان الحبيب، وقربها يا ربنا لكل حبيب. اللهم ارفع درجاتها في المهديين، ارفع درجاتها في المهديين، اجعلها من الشهداء المقربين بجاه النبي الأمين وسر الفاتحة. تقبل منا واقبلنا بسر النبي صلى الله عليه وسلم وسر ثواب الفاتحة. Wait.